وفي الملف اليمني، أفادت هيئة عمليات التجارة البريطانية بتلقيها تقارير عن حادث على بعد 72 ميلا بحريا من شمال غرب مدينة المخا في اليمن. وفي وقت سابق أعلنت القيادة المركزية الأمريكية إصابة سفينة بضائع بريطانية بأضرار نتيجة استهدافها بصاروخ انطلق من مناطق سيطرة الحوثيين في اليمن. تصعيد بحري وجوي بين الحوثيين والتحالف الدولي لحماية البحر الأحمر. فبعد ساعات من استهداف الحوثيين لسفينة شحن بضائع بريطانية في خليج عدن، شن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية غارات مكثفة استهدفت منطقة الجبانة وبيت الفقيه في الحديدة. يتزامن ذلك مع إعلان المبعوث الأمريكي لليمن تيم ليندر كينغ عن دخول قرار تصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية حيز التنفيذ اليوم، والذي ترى فيه الولايات المتحدة الأمريكية أنه سيحد من قدرات الحوثيين على تمويل الهجمات في البحر الأحمر. يأتي ذلك في حين طالب مجلس الأمن الدولي الحوثيين بالكف عن مهاجمة السفن العابرة في البحر الأحمر عقب إحاطة قدمها المبعوث الأممي لليمن هانس جروندبرغ. مروى النبيل، لتلفزيون دولة الكويت، عدن.